الله أكبر. صلوات الوداع الأخيرة على أرواح اعتادت تعز توديعها بشكل يومي، ولا مبالغة إن قلنا مرتين أو أكثر في اليوم. ثلاث زهرات هذه المرة كنا ضحايا لعنة الميليشيا على المدينة، ملاك، رؤى، وخولة. مساحات من وجع يومي يختزلها حزن هذه الجدة المكلومة على حفيدتها خولة وهي توارى إلى مثواها الأخير. المشهد ذاته لتعاقب قوافل الشهداء نحو السماء، وإن اختلفت الأعمار وتشابهت الأسباب. وين مجلس الأمن؟ وين الدول الخارجيات؟ وين الدول الأصدقاء؟ وين جيراننا؟ يقوموا معنا، يهدروا معنا، يخبروا معنا. نحو مكمن الوجع وبقايا الجرح رافقنا الجدة إلى البيت الذي كان آمناً وكان حلماً استمر بناؤه أكثر من 20 عاماً، وقصفته الميليشيا وقضت على سكينة أهله في لحظة إجرام. والله ما نسوار رقود بموتنا، ما أكلفنا الله، ما أكلفنا الله، يرموا عشوائي. خولة وصديقاتها الشقيقتان تجمعن هنا لتسريح شعورهن جوار أمهاتهن، وكأنهن على موعد جماعي إلى رحاب الله. استشهدن جميعا فيما أصيبت الأمين. كان جنبنا مقيلني أمهن، واحدة سنتين بناته وواحدة بنتين، جالسة مسجدنا الله قيحت فجأة ما تش من نجاة بلحظة غموا علي خلاص اكتبس كن وهن أجاوش يبغوا علينا شاقبوا بنتي ذيك الثانية كانت شاقب بالشارع شاقن يقوا ينقذونا طلعوا شي ينقذونا ضربوا الثانية ايش ذنبنا ايش ذنبنا لما يعملوا الثانية الثالثة حتى ما يخلوش الناس يطلعوا ينقذونا ايش الذنب اللي ارتكبناه ايش الطفلة ذيك ايش ذنبه لما كتموت ايش ذنبه كيش اللي روحه الله يهديكم وهتكني. شفت منصور يتحملين وين مقطعات راسين ورجلهن كل أرجلين وراسهن ما عملنا بالحوثي نحنا الحوثي يقتل نحنا ونحنا ما عملنا به نحنا أطفال وخوله كنا تتغدي نحنا وهي نلعب نحنا وهي ماتت ما عشانها سلهاش. يعني هم كانوا جالسين هنا ثنتين البنات الصغار وطارت رجلة هنا ويدي حصلتها بالمكان هذا وراس هنا مبقطين. بنت عمرها 3 سنين، أختي اللي 3 سنين، واحدة عمرها 8 سنين، واحدة عمرها 5 سنين. بأي ذنب قتلين هذين؟ إيش الجريمة اللي ارتكبن بحقكم؟ بيتنا أصبحت دمار، دمار شامل بعد أكثر من 20 سنة وبيبنيها طوب طوب حجرة حجرة. من شان تصبر لنا إحنا بيت؟ ليست قصة فريدة أو نادرة الحدوث. من ضوطئ قبح الميليشيا أرض هذه المحافظة، كل البيوت هنا عرضة لذات الحال، منها ما ذاق المرارة ومنها من ينتظر. هنا تعز حيث لم تصل شهية إجرام الميليشيا المتخمة بالضحايا الأبرياء إلى حد بعد منذ 11 شهراً دون انقطاع. أنيس العلواني، قناة بلقيس، تعز.